بت الجزمة دي كان ناقص تديني جلانين. اي والله يا جبرية كلكم وريتال دي كوم لوحدها. اها البت زي ما تكون ما صدقت. دول لو اتمكنوا ما هتجملناش جمعة تاني. اسمعي مني. والله عندك حق بس ايه العمل؟ ما عارفاش ومش عارفة كمان ايه اللي في دماغ عبد الحكيم. لا 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 الا سحبته ده لا ممكن يعمل حاجة الا ما يرجع لنا الاول. مش مع دول البنات لافين عليه لفة اجارك الله. دول بتشحين وتندب في عينيهم رصاصة. صح والله وتحسيهم كده قادرين ومعملينش حساب الحد. اقطع دراعي اما كانت هي اللي بعتت جبهة اخوها عبد السلام. اها ايوه امال ايه؟ عشان تبقى هي وبناتها من ناحيه واخوها عبد السلام من الناحيه الثانيه على اخويا الغلبان اللي جبت اجله. طب والحل؟ مش عارفه يا جبريه مخي عمال يودي ويجيب ومش عارفه ارسع الحل. هو مروان فين؟ تلاقيه مع واحده من البنات بتلف عليه عشان تبقى بنت عبد السلام الاولانيه وبنت كريمه الثانيه. اقسم بالله لكون ذبحاهم التنين. ايوه يعني انت تقصدي ايه؟ مش عارفه حاسه كده غريب مش طبيعي. مجنون يعني ولا ايه؟ مجنون ده انت كمان. بالعكس انا حاسه ان الولد عاقل جدا بس كانه مقسوم نصين. يا سلام على الفلسفه. بس هو بصراحه يعني الواد جامد شكله دخل دماغي. ما بلاش بقى الطريقة دي بقى واحترمي نفسك شوية. وانا قلت ايه؟ انا بقول لها جامد وشكله دخل دماغك. وبعدين يعني عادي وانت مش شايفة هي بتتكلم عليه ازاي؟ شكلها متيمة بيه على الاخر. هطلعك بره. لا خلاص انا عايزة اقعد معاك واسمع كل الكلام الحلو ده. يبقى تسمعي وانتي ساكتة. انتوا عارفين؟ انا حاساه كده عامل زي القصص والروايات اللي انا بحب اقراها. بس كأنه بيدور على حاجة مش لاقيها. حاجة؟ حاجة ايه دي؟ نفسه مثلا. يا سلام أنا بتكلم بجد بقى على فكرة. لما اتكلمت معاه كده حسيت كأنه مش راضي عن أي حاجة في حياته أو إنه عاش كده من غير ما يفكر أو إنه اكتشف مثلا إنه كل حياته دي كانت غلط. وطبعا عايز يعيد ترتيب اوراقه ويختار صح مش كده؟ لا مش كده مش كده يا مرسان طويل. وحياتك انت هو ده اللي هيحصل. بكره تقولي ريتال قالت. انا هقوم انام بقى. تصبحوا على خير. نسيت صحيح اقول لكم حاجه. الست جبريه بتتصنط على البيبان. بس ما تقلقوش ظبطتها. يلا تصبحوا على خير. انت من اهله. اسود. ايه؟ في ايه؟ الساعة بقت كام دلوك؟ الساعة 2 الا ربع. انت وراك حاجة؟ ورايا حاجات كتير قوي. اصلك مش فاهمة حاجة. وانت هتخلع ولا ايه؟ اخلع ايه بس؟ ابويا وامي قاعدين عند عمي ولو اتأخرت هخش في سين وجيم. قول لهم كنت في الهرم. في الهرم؟ طب ما قول لهم كنت في الملاهي احسن. طب ما انت شاطر اهو. انت بتعمل ايه؟ اسميه ايه ده بقى؟ سميها زي ما تسميها. بقول لك ايه؟ هات الفلوس. لا هات ايه؟ عيب. احنا اللي حصل جوه بينا ده كان محبه. ده انا كنت حاسس ان انا وانت سمر ومهند. نعم يا روح امك. روح امي؟ اخص على كده. تصدقي ان انا غلطان ان انا رجعت لك تاني؟ ده انت ولا العشق الاسود يا شيخ. سلام يا سمر خانو. واطي وابن كلب. أيوة مروان انت فين؟ طب ليه ما جيتش البيت هنا؟ البيت عندك زحمة
مش ناقصين واحد زياده. لا انت كده بقى بتتهرب. اهرب من ايه؟ من نفسك اكيد. تعرف يعني عايز ايه دلوقتي؟ اقول لك انا عايز ايه؟ عايز تشوفني ونتكلم مع بعض وتطلع كل اللي جواك، مش كده برضو؟ ده حقيقي. مروان اوعى تكون بتحبني. لا ما بحبكيش. ايوه كده، علشان حكاية الحب اللي بتيجي فجأة دي بصراحة أنا ملهاش عندي أي لازمة. أنا محتاج أقول كل اللي جواي. تعرف يا زينب، تعرفي لما يكون نفسك تقعدي في مطرح بعيد عن الناس وتصرخي تصرخي تطلعي كل حاجة سلبية، تعرفي لما تحس انك عايزة تقعدي مع واحد وتكلميه ويفهمك، يفهم انت بتتكلمي ايه. ده اللي نفسي فيه. وانت بقى شايف انه ممكن انا اكون مثلا يعني الشخص ده؟ ايوه يا زينب، ايوه انت. احساسي بقول لك ده. لا والنبي بلاش احساسك ده، عشان مشيت ورا كتير قوي قبل كده وطلع موديك في 60 ده. لا مش المره دي يا زينب. مروان انت عايز ايه بالظبط؟ نبقى اصحاب، نتكلم لما اكون متضايق أكلمك وتسمعيني، بس مش أنت من دمي. بص، هو مع إن اللي أنت بتطلبه ده غريب، بس خليني أقولك إن أنا هوافقك. يلا بقى تصبح على خير.